يعني. هل صحيح انه كان في تصريح لسيادة الامام محمد عبد السلام بيقول فيه انه بيفضل التعامل مع إدارة النادي الاهلي في البيع والإعارة والتعاون يعني في مجال الرياضة والصفقات وخلافه نظرا لجديتها؟ كان سياق التصريح ده ايه ان كان تم من حضرتك؟ يعني انا ما انا طبعا ما اقدرش انكر ان اسلوب التعامل في النادي الاهلي والجدية مش عايز اشك انها موجودة اكتر من اماكن اخرى. تمام. معظم الاندية يعني ملتزمة وكل حاجة، لكن احيانا بتحصل بعض الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل، لكن الحقيقة انا ما لم اجد اي مشكلة في التعامل في النادي الاهلي، دي حقيقة. ما وجدتش اي مشكلة، في شيكات بتدفع في توقيتاتها، التزامات ما حدش بينكرها. اخر حاجة يعني وانا ما اقدرش يعني انكر سعادتي بيها، احنا اخر لعيب دينا للنادي الاهلي كان محمود وحيد. صحيح. وكان في العقد بتاعه انه لو لعب عدد معين من الماتشات يبقى النادي الاهلي يدفع للمقاصة 5 مليون. وبعدين الراجل المالي اللي كان موجود في النادي مشي ومبقاش موجود ومحدش عارف العقد وبتاع. في مصر المقاصة. فالنادي الاهلي يبادر بالاتصال. النادي الاهلي هو اللي بيبادر بالاتصال، يا جماعه انتوا لكم عندنا 5 مليون. فقال له بتوع ايه؟ قال له بتوع كذا 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 كذا. فابتدى ندور على العقد. طلع العقد ولقينا ان في بند يعني بند في العقد متعلق. لو ما يعني فده حاجه يعني ذات قيمه يعني حريص على حقوق الاخرين كحقه تماما. بالظبط.